بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وصحبه أجمعين. وبعد، أعزائي طلاب الصف الأول المتوسط، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة العلوم. عنوان الدرس اليوم: تقويم التفسيرات العلمية. زي ما واضح عندك صفحة 30 في الكتاب، تقويم التفسيرات العلمية. أول حاجة عندك هنا المقدمة بيقول لك صدق أو لا تصدق، صدق أو لا تصدق. هنا بيقول لك هل تصدق ما تراه؟ هل تصدق كل شيء تقرأه وتسمعه؟ فكر في شيء أخبرك به شخص ولم تصدقه، ولماذا لم تصدقه؟ عندما تسمع عبارة معينة من شخص فإنك تسأل كيف عرفت ذلك؟ فإذا قررت أن ما تسمعه موثوق به فإنك تصدقه، وإذا كان غير موثوق به فإنك لا تصدقه. ده معنى الإيه؟ معنى التقويم التفسيرات يا شباب، أو تقويم من إيه؟ التفسيرات العلمية. نيجي بعد كده عندك حاجة اسمها الإيه؟ اسمها التفكير الناقد. التفكير الناقد اللي هو عندك ايه؟ اللي هو واحد مثلا بيقول لك على معلومه، طبعا انت المعلومه نفسها انت مثلا ما تقدرش تقول عليها صح ولا خطا الا اذا كان عندك معرفه سابقه بالمعلومه نفسها. يعني واحد يقول لك مثلا انا ايه؟ رايت اطباق طائره. طيب بها كائنات فضائيه. طيب انت الكلام ده تصدقه ولا لا؟ يعني هتبدا تعتمد على افكارك، على معلوماتك السابقه بتقول ان لا يوجد الى الان حقيقه مؤكده ان في اطباق طائره، فاذا الكلام ده غير صحيح. ده اسمه التفكير الناقد. بيقول لك عندما تقوم شيئا فانك تستخدم التفكير الناقد. يبقى التفكير الناقد هو عمليه تقويم للمعلومه او للايه؟ او للتفسيرات العلميه. يعني التفكير الناقد هو الربط بين ما تعرفه من معلومات مع الحقائق الجديده. التفكير الناقد هو الربط بين ما تعرفه من معلومات مع الحقائق الجديده لتقرر ما اذا كانت توافق، اذا ما كنت توافق على شيء ما. ويمكن تقويم اي تفسير من خلال تقسيمه الى جزئين. يبقى عشان تقوم اي تفسير بينقسم الى جزئين. اول حاجه تقويم الملاحظات. تقويم الملاحظات بالاعتماد على المعلومات المتوفره لديك. يعني تقوم الملاحظات اللي هي الايه؟ المعلومات اللي تم جمعها عن الايه؟ عن المعلومه اللي بيقول لك عليها. ثاني حاجه اللي هو تقويم الايه؟ تقويم الاستنتاجات. تقويم الاستنتاجات، هل الاستنتاجات اللي هو استنتجها دي بناء على الملاحظات هل هي مقبوله معقوله ولا لا؟ يبقى ده اسمه التفكير الناقد. يبقى التفكير الناقد هو عمليه الربط، بين ما تعرفه من معلومات، الربط بين المعلومات اللي انا اعرفها مع الحقائق الايه؟ الجديده. بينقسم الى قسمين، قلنا اول حاجه تقويم الملاحظات، وثاني حاجه تقويم الاستنتاجات. طيب نيجي على مصطلح جديد اسمه تقويم البيانات. تقويم البيانات، هل البيانات يتم تقويمها؟ طيب نعرف الاول ايه هي البيانات. يعني ايه بيانات؟ البيانات هي معلومات يتم جمعها. البيانات هي معلومات يتم جمعها باستخدام اي؟ اثناء البحث العلمي. معلومات يتم جمعها اثناء الايه؟ البحث العلمي، من خلال الايه؟ من خلال الملاحظات. ويمكن تدوينها على شكل وصف او جداول او رسوم بيانيه او اشكال. وعندما تقوم ادعاء ان تقوم ادعاء علميا فقد تطلب اولا اي بيانات مقدمه معه، وعليك ان تحذر من تصديق اي ادعاء غير مدعوم بالبيانات. يبقى اذا عندي البيانات هي معلومات يتم تجميعها في البحث العلمي من خلال الملاحظه، ويمكن تدوينها في شكل وصف او جداول او رسوم بيانيه او اشكال. بقول لك وعندما تقوم ادعاء علميا فقد تطلب اولا اي بيانات مقدمه معه. ايه البيانات المقدمه معه؟ وعليك ان تحذر من تصديق اي ادعاء. يبقى مش اي ادعاء يتم تصديقه. لذلك عندك مثلا صوره زي كده. صوره زي دي. طبعا هنا دي صوره عباره عن طبق فضائي. بقول لك ده طبق فضائي. هل الصوره دي صحيحه؟ بناء على المعلومات اللي عندي لا. بقول لك ايه عندك هنا؟ اذا بقول لك لا يتفق الجميع على الملاحظات والاستنتاجات دائما. قارن هل ترى الاشياء نفسها التي يراها زملائك في الصوره؟ طبعا هنا ده الايه؟ ده عباره عن ايه؟ عباره عن صوره وفيها ايه؟ هل تصدق كل ما تراه في الصوره ولا لا؟ طبعا بتختلف من شخص لشخص. طيب نيجي بعد كده على البيانات. هل البيانات محدده؟ يجب ان تكون البيانات محدده اي دقيقه. يعني اي بيانات او معلومات يتم جمعها اثناء البحث العلمي لابد ان تكون محدده ودقيقه. طبعا ده معنى اللي هي البيانات المحدده. يبقى بقول لك هل البيانات محدده؟ طبعا لابد ان تكون البيانات محدده ودقيقه. تدوين ملاحظات جديده. طبعا هنا بقول لك ايه؟ عدد مرات البيانات من انواع معينه. طبعا نيجي بعد كده على تدوين ملاحظات جيده. يجب على العلماء ان يدونوا ملاحظاتهم تدوينا شاملا وكاملا اثناء اجراء الاستقصاء، اذ من الممكن فقدان كثير من التفاصيل اذا لم يتم تدوين الملاحظات في وقتها كما يجب. تدوين الايه؟ يعني الكلام ده بيقول لك ان هو تدوين الملاحظات بيكون بشكل جيد اذا كانت بشكل ايه؟ بشكل فوري. يعني لما تدون البيانات بشكل فوري بيكون افضل. طبعا دفتر العلوم ده مثال على تدوين البيانات، بتسجل فيه حصه بحصه، وده بيساعدك على الايه؟ على انك ايه؟ تبدا تراجع الايه؟ دروسك اول باول. طيب نيجي بعد كده على الايه؟ بيقول لك هل يمكن الحصول على البيانات ذاتها مره اخرى؟ طبعا لو انت مثلا عدت التجربه اكثر من مره.
هل يمكن الحصول على نفس البيانات او نفس المعلومات؟ بيقول لك ايه، اذا اخبرك صديقك انه تمكن من قذف كره مسافه 100 متر باستخدام مضرب فلعلك تطلب اليه ان يكرر ذلك. يعني واحد مثلا صديقك قال لك ان انا ضربت الكره بالمضرب لمسافه 100 متر، انت مش مصدق، قول له عيد لي الايه، عيدها تاني. طيب هل لو هو عادها هل ممكن يصل الى النتيجه نفسها ولا لا؟ بيقول لك فان لعلك تشكك في مصداقيه رواد اذا لم يتمكن من تكرار الضرب، وبالمثل يطلب العلماء ادله قابله للتكرار. لازم الدليل يكون قابل للتكرار عشان اصدق الدليل اللي عندي او المعلومه اللي عندي لابد ان تكون قابله للتكرار، ان انا كل ما عندي التجربه تعطيني نفس النتيجه. ده اسمه الايه، ده اسمه اللي هو البيانات الايه، البيانات الاكيده والصحيحه. طيب نيجي بعد كده على تقويم الايه، تقويم الاستنتاجات. تقويم الاستنتاجات طبعا هنا الايه، تقويم الاستنتاجات بيحتاج الى ايه؟ طبعا بيقول لك اذا اردت ان تقوم باستنتاج توصل اليه شخص فما عليك الا ان تطرح لنفسك سؤال، هل يبدو هذا الاستنتاج معقول؟ يبقى عشان تقوم الاستنتاج لابد ان تفكر في الاستنتاج نفسه، هل الاستنتاج اللي بيقوله ده معقول ولا لا؟ الثاني، هل هناك تفسيرات اخرى ممكنه غير الاستنتاج اللي بيقوله؟ بيقول لك لنفترض انك سمعت خبرا في المذيع ان الدوام المدرسي في مدرستك سيبدا متاخرا ساعتين، وقال لك زميلك ان سبب ذلك هبوب عاصفه رمليه، ولكن عندما نظرت من النافذه وجدت ان الجو صحو والسماء صافيه، فهل يكون استنتاج زميلك ان سبب التاخر بسبب العاصفه الرمليه صحيح معقول؟ لا لا، اذا افترضنا جدلا ان الاستنتاج معقول وان الشواهد تؤيده، فهل ينتهي تقويم الاستنتاج عند هذا الايه الحد؟ لا، فعليك ان تسال ما الاسباب الاخرى التي قد تسبب الايه التاخير. قد تكون منطقه ما حول المدرسه تعاني من تدني مستوى الايه الرؤيه بسبب الضبيه، وقد يكون هناك عطل في احد مباني المدرسه. تبقى مصداقية الاستنتاج الأصلي موضع شك حتى يثبت أن جميع التفسيرات الواردة الأخرى غير محتملة. يعني لو مثلا عندك، بيقول لك عندك استنتاج أو عندك أي معلومة وعايز تتأكد منها، طبعا هنا مش هتتأكد من معلومة إلا لما تكون عندك المعلومات اللي عندك والأدلة كلها صحيحة ومؤكدة. طيب تقويم المواد الدعائية، بيقول لك هل تستخدم عمليات العلم فقط في المختبر؟ بيقول لك افترض أنك رأيت إعلاما في وسائل الإعلام، ما رأيك في البداية يمكن أن تسأل نفسك هل هذا صحيح؟ يبدو من الإعلان أنه غير قابل للتصديق، إذن عليك الحصول على بيانات علمية تؤكد هذا الإدعاء قبل التصديق. فكيف يمكنك فحص هذا الإدعاء وكيف يمكنك التأكد من المعلومات التي تتضمنها الإعلان؟ قد ترغب في الحصول على إيه؟ على نتائج من أحد المختبرات المستقلة الموثوقة تؤكد أنه تنفي المعلومات المتضمنة في الإعلان. يعني أنت شفت إعلان في الشارع او في التلفزيون عن مثلا عن ايه، عن منتج معين، بيقول لك ان هو بيساعد على الايه، على اللي هو التخلص من الايه، من مثلا من السمنه، التخلص من الايه، من الاجهاد، التخلص من اللي عندك اللي هو بينمي العضلات عندك، بيخليك قوي. طيب هل هتصدق المعلومه دي؟ لا طبعا، لازم تكون عندك المعلومه مؤكده من طرف او من مختبر متخصص ومستقل، بعيد عنهم ايه، بعيد عن الاعلان او عن اصحاب الايه الاعلام. طبعا بيقول لك وتصمم المواد الاعلانيه لحثك على شراء المنتج، يعني دايما الاعلانات دايما بتكون مشوقه عشان خاطر تحثك على شراء المنتج. ده اسمه ايه؟ ده اسمه علم انتاج، علم ايه؟ علم صناعه الايه؟ الاعلانات، او صناعه الايه؟ او مجال صناعه الاعلانات. طبعا عشان خاطر الاعلان يكون ايه؟ يكون مشوق ويجذب الايه؟ العميل عشان خاطر ايه؟ يشتري. طبعا ده الايه؟ ده ملخص الايه؟ ملخص الدرس. طبعا نيجي على الخلاصه هنا، بيقول لك صدق او لا تصدق. طبعا تقويم البيانات، تقويم الاستنتاجات، تقويم الايه، تقويم المواد الدعائيه. هذا ملخص الايه، ملخص الدرس. طبعا نكون انتهينا على الدرس ده، وان شاء الله نلتقي في الدرس القادم باذن الله. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.